جرات عانات و حنا راه تقصحنا من جهتها وتمحنا من جهتها و الى درجه انها ما تتناش البارحه راه بدات تحك في يديها وداك الشيء اثر عليها غادي نهار على نهار تاثر عليها حيت داك الشيء مدور غير بالصباغه تهبط لها في يديها وسميتو خديجه ما بقاتش هي خديجه اللي كنت انا تنعرف خديجه تبدلت عليها في الحقيقه تبدلت عليها كانت قريبه ليا وكانت كذا دروك صافي مابقاش تعتني بينا ولا يعني واحد الحاله ما ماشي هي ديك ما عارف الدرجات ما تعرف كاع في بعض المرات فين كاين المهم مريضه ونفسانيا وجسديا وهذا الشيء اللي داز عليها ماشي سهل واحد المده ديال الاحتجاز وكذا الى اخره راه كل شيء منشور كل شيء معروف كل شيء هذا الشيء انا ما عندي ما غنقول لك في هذا الجانب هذا لان الدخل ديالي ما قدرتش انا نعبر لك الدخل واخا نقول لك ما غاديش ولكن انا تنحاول ننسيها الماضي وتنبشرها بالمستقبل بالوقوف ديال الجمعيات والناس اللي وقفوا معنا والسياسيين والتوازير الصحه شجعنا والناس جميعا تنشكر اي واحد جا للبيت ديالي وشافني وسمح لي بزاف سمح لي هذا الشيء هو اللي عندي اش غادي نقول لك انا ما غادي نلوم حتى واحد اي واحد غادي يعبر على الراي ديالو واللي دار قلت لك اللي دار شي حاجه غادي يتخلص فيها والدراري اللي اعترفوا راه غادي يكونوا معترفين واللي ما داروا حتى حاجه راه غادي يخرجوا وانا ما عندي ما نقول في هذا الراي يعني راه الدريه راه هي اللي عارفه كل شيء داك الشيء اللي وقع ليها اللي عقلت عليه راه واللي ما دار حتى حاجه بالنسبه لينا حنا ما عارفين في داك الشيء حتى حاجه اي هما بيناتهم هما اللي عارفين كل شيء والقضاء غادي ياخذ المجرى في الطريق الصحيح راه تنامنوا في القضاء وهاد الشيء ما بغيناه ولكن كتبوا علينا الله تبارك وتعالى حمدنا الله وشكرناه والله يفك على خير هاد الشيء هو اللي نقول انا في هذا المجال دابا واحد اللجنه راه حاليا متبعه الملف ديالها الطبي باش غادي تمشي تعالج في اقرب وقت هما غادي ياخذوا القرار في غتمشي بالتنسيق ديالي انا ومها باش تمشي تاخذ الاجراءات ديالها في الطب النفساني ولا العلاج ديالها جميع وحنا راه تنامنوا في القضاء القضاء راه غادي الاتجاه ديالو في المسار ديالو تكونت واحد اللجنه بالعائله ديالها اللي فيها مجموعه ديال الاطراف ما فيهم الحقوقيين والمحاميين ديالها والناس اللي بغت تعاون خديجه على المستوى ان تحيد داك الوشام وتعالجها على المستوى النفسي ما هي والاسره ديالها وايضا من اجل ان الملف ديالها ما ياخذش ابعاد اخرى ويمشي لاتجاهات اخرى حنا الملف كاين في القضاء قضاء يقول الكلمه ديالو الجديد وهما راه تابعين القضاء ديالهم راه تابع المجرى ديالو غادي يدير القانون ديالو اللي دار الذنب يتسهل العقوبه الشيء اللي كاين اللي دار شي حاجه راه غادي يتعاقب عليها الشيء اللي غادي نقول انا